السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله معانا 150 فعل من أشد وأهم الأفعال في اللغة الإنجليزية، اللي لو عرفتهم كونت عليهم جمل هتقدر بشكل كبير جدا تكلم وتعبر عن أغلب المواقف. أغلب المواقف في اللغة الإنجليزية عبارة عن أفعال، وبالتالي لو قدرت تكون جمل من 150 فعل دول هتبقى معاك حصيلة لغوية كبيرة جدا تقدر تتكلم بيها لغة انجليزية ببساطة. روح الجملة هو الفعل، لو حفظت الفعل وعرفت افعال كتير بمعاني مختلفة خاصة بالمحادثات الاساسية هتقدر ان انت تتكلم انجليزي حرفيا في فترة قصيرة جدا. النهاردة جمعت لكم تجميعا من حوالي 150 او 160 فعل من اهم افعال اللغة الانجليزية. ركزوا معايا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، لان احنا هننزل كمان افعال اكتر في كل حلقة، ولكن دول اهم الافعال الاساسية المطلوبة في اي محادثة. هنبتدي نقرأ الافعال، نقرأ نطقها ونشوف معناها، وهسيب لكم رابط تحميل الافعال تحت الفيديو. ما تنسوش تعملنا لايك للفيديو وسبسكرايب عشان توصلك بقية سلسلة الكلمات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، وما تنسوش تشاركوا الفيديو على الفيسبوك وتدعوا اصدقائكم للاشتراك في القناة. ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض كده. هنبدأ بقراءة الافعال. اولا عندنا على الشمال verb read يقرأ، write يكتب، talk يتكلم، walk يمشي. طبعا talk و walk عندنا ال هنا والال silent يعني لا تنطق. speak يتكلم او يتحدث. الفرق بين talk و speak، ان speak استخدمها لما اكون بقول ان انا بتحدث لغة، اقول I speak English، ما ينفعش اقول I talk English. speak كمان بستخدمها على التليفون، لما اقول I'm speaking to my mother on the phone، انا بتكلم مع والدتي في التليفون، ما ينفعش اقول I'm talking. talk بقى تستخدم في التحدث وجها لوجه. تمام. dream يحلم، control يتحكم، draw يرسم، use يستخدم، think يعتقد او يفكر، watch يشاهد او يراقب، taste يتذوق، حاسة التذوق ان انت بتتذوق الشيء، understand يفهم، leave يغادر، start يبدأ، stop يقف، wear يرتدي، hold يمسك او ينتظر. في طبعا كذا معنى لكلمة hold، منها يمسك، ده المعنى الحرفي يمسك شيء بايده، hold ينتظر لما تقول لحد على التليفون hold on معناها انتظر، و hold كمان معناها يقيم احتفالا او يقيم مناسبة. تمام، على حسب المعنى طبعا. go back يرجع، send يرسل، fall off يقع، get off ينزل او يغادر، يعني يغادر السيارة مثلا او يغادر المنزل او يغادر المكان او ينزل من على السلم. sink يغرق، وبنستخدم sink يغرق للاشخاص. تمام، للاشياء اسف. اما drown معناها يغرق للاشخاص. تمام كده. float يطفو، show يظهر او يعرض، discover يكتشف، sleep ينام، wake يستيقظ، mean يعني، لما تقول I mean يعني أنا أعني كذا، keep يحتفظ، swing يتأرجح، want يريد، need يحتاج، peel يقشر، empty عندي البي هنا silent يفرغ، وطبعا تيجي صفة بمعنى فارغ، call يتصل، force يقهر أو يجبر، respond يستجيب، fit يتدرب للياقة البدنية، أو fit بمعنى يلائم، لما تقول مثلا this t-shirt fits me معناها التيشيرت ده مناسبني، translate يترجم، love يحب، eat يأكل، drink يشرب، know يعرف عندك الكي silent،
say يقول come يأتي go يذهب put يضع live يعيش die يموت miss يفقد زي مثلا يفتقد حد يعني وحشه يعني او يفقد الاتوبيس تمام study يذاكر او يدرس cook يطبخ tell يخبر visit يزور stay يقيم boil يغلي move يتحرك see يرى receive يستقبل edit يحرر يعني عندك نص مثلا وانت بتمشي على النص ده بتراجعه وتشوف الاخطاء الاملائيه اللي فيه وهكذا يحرر examine يفحص test يختبر climb البي هنا لا تنطق silent يتسلق chase يطارد answer يجيب heat يسخن forget ينسى bear يتحمل paint يدهن او يصور شيء بتصوير الزيتي يعني الرسم break يكسر fight الجي والاتش سايلنت هنا يحارب point two يشير الى wait ينتظر exercise يتدرب decide يقرر judge يحكم intend ينوي maintain يحافظ على rotate يلف like يحب شيء طبعا الفرق بين like ولا like بتيجي مع الاشياء اكتر ولو قلت للواحد I like you يعني انا بحبك يعني معجب بيك بشخصيتك انما love هو معناه انه شخص بيحب شخص كأن واحد مثلا متزوج بيحب واحدة او هكذا خلاص help يساعد become يصبح find يجد carry يحمل drive يقود make يصنع do يفعل طبعا ان شاء الله هنعمل لكم فيديو تاني عن make و do و have و get لان الافعال دي بنسميها من افعال الاس اللي هي افعال الماستر او الافعال اللي هي تعتبر على قمة الافعال كلها لان هي لها معاني كتير جدا متنوعة على حسب استخدامها في الجملة تمام build يبني try يحاول cry يبكي fry يقلي يعني يقلي حاجة في الزيت agree يوافق disagree لا يوافق continue يكمل turn on يشغل شغل جهاز كمبيوتر مثلا او اي جهاز كهربائي او النور turn off يطفئ believe يعتقد worship يعبد pray يصلي modify يعدل open يفتح tie يربط كأن مثلا يربط رباط مثلا bring يحضر smoke يدخن fire طبعا معناها النار بس كفعل معناها يطلق النار او يضرم النار يعني يشعل النار تمام treat يعالج kill يقتل follow يتبع touch يلمس add يضيف borrow يستعير change يغير offer يعرض او يقدم rest يرتاح injure يصيب شخص بيصيب شخص تمام dry يجفف wet يبلل seek يسعى الى spin يدور حول نفسه تمام بعد كده learn يتعلم teach يدرس use يستخدم spell يتهجى يعني يتهجى كلمة swim يسبح play يلعب sit يجلس shout يصرخ arrive يصل work يعمل shop يشتري shop هنا فعل بمعنى يشتري مش اسم بمعنى محل get to يصل إلى invite يدعو meet يقابل hope يأمل fly يطير cross يعبر الطريق يعني swerve ينحرف عن الطريق سيارة مثلا تنحرف عن الطريق adore يعشق ودي أقوى من love يحب escape يهرب fix يصلح close يقترب shut يغلق happen يحدث reply يرد feel يشعر cure يعالج stand يقف design
يصمم cut يقطع hit يضرب fine هنا بمعناها يغرم يعني يدفع حد غرامة مالية وليست fine صفة بمعنى بخير خلي بالك عشان دي أفعال cover يغطي pay يدفع phone يتصل shoot يطلق النار buy يشتري sell يبيع crawl يزحف orbit يدور في مدار زي الأرض والشمس وكده كلها بتدور في مدارات دي كده كانت أهم 160 فعل في اللغة الإنجليزية مع نطقهم سيب لكم رابط التحميل أسفل الفيديو إذا عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لنا اللايك والشير وسبسكرايب للقناة نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من خبراء اللغة الإنجليزية سلام عليكم.